ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده وصفه حلوه قوي. هعمل مكرونه بالبشاميل دايت وصحيه 100%. هجيب نص كيلو من المكرونه واسلقه بالشكل ده ويكون نوع كويس طبعا، وهجيب ربع كيلو من اللحمه المفرومه وهعصجها ني في ني. هجيب بصلايه على الربع كيلو وهعملها ني في ني، واحط عليها التوابل ملح وفلفل وجوز الطيب، وهقطع فلفل اخضر واسيبها لغايه ما تستوي بدون اي ماده دهنيه ولا زيت ولا سمنه، وهكتفي بالدهون اللي موجوده في قلب اللحمه. بالنسبه لي كده كفايه، تمام؟ طبعا لغايه كده الوصفه صحيه. البشاميل بقى هجيب نص كيلو من اللبن خالي الدسم، وهجيب 3 معالق من الدقيق، وهعمل البشاميل بتاعي على البارد. هضيف الدقيق على اللبن واخلطهم ببعض كويس جدا جدا، واتاكد ان تماسك مع بعض ومفيش دقيق ما دابش في قلب اللبن. الخطوه دي مهمه جدا معايا. هقلب كويس جدا جدا، تمام كده، وهضيف رشه ملح ورشه فلفل، وهقلب طبعا تاني واتاكد ان كل حاجه دابت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى هروح في حل على النار، هحط نص معلقه من السمنه او الزبده، نص معلقه بس، ما تكتريش عن نص معلقه، طبعا نص معلقه في الوصفه اللي انا قلتها دي كلها ولا حاجه. وهبتدي انزل بالخليط بتاعي، البشاميل بتاعي اللي انا عملته على البارد بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده ده القوام المناسب، تمام كده. وفي الطاجن بتاعي هحط حاجه بسيطه جدا على الفرشه عشان ادهن الطاجن بتاعي، حاجه بسيطه جدا. الخطوه دي مهمه جدا، ليه؟ عشان خاطر وانت بتقطعي البشاميل بعد ما تطلع، يعني بعد ما الطاجن يطلع من الفرن، تتقطع معاكي بكل سهوله، تمام كده. ده المكرونه بتاعتي اللي انا سلقتها، رشيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه شطه صغيره. هقلب بقى كله مع بعضه، وهاخد معلقه من البشاميل واحطها عليها، وهقلب كل المكونات ده مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام كده. هجيب الطاجن بتاعي بقى وابتدي اقسم المكرونه، هحط نص المكرونه في قلب الطاجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هبتدي اوزعها كويس جدا، وهبتدي اوزع اللحمه المفرومه في النص. اتاكد ان انا وزعتها كويس جدا، واضغط عليها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده عشان لما اجي اقطع المكرونه تبقى متماسكه معايا. الخطوه دي مهمه جدا، تمام كده. اتاكد ان اللحمه المفرومه كلها مغطيه المكرونه بتاعتي. طبعا المكرونه لازم تكون نوع كويس مكتوب عليه دقيق السامولينا، لانه بيبقى اصح من الدقيق الابيض، ودي ممكن تاخدي منها قطعه مع سلطه في الغداء، وطبعا هي صحيه، تمام. هجيب بقى بقيه المكرونه بتاعتي واحطها في الطاجن بتاعي، اللي لسه داخل يشوف الفيديو دلوقتي، احنا عاملين المكرونه الصحيه بدون دهون بدون بيض بدون جبنه موتزاريلا، صحيه 100% مناسبه للدايت والسبع خطوات. هبتدي بقى اجيب البشاميل بتاعي وغطي سطح المكرونة كويس جدا من الطبقة اللي انا عاملاها دي، طبقة البشاميل اللي احنا عملناها على البارد وما استخدمناش فيها غير نص معلقة من السمنة، وهفردها كويس جدا جدا في الطاجن بالشكل ده، تمام.
هتسألوني بقى انتي هتحطي ايه في الوش، هقول لكم انا هحط ايه، ده السر بتاعي. عارفين الجبنة اللي احنا عملنا منها، ان احنا كوننا الجبن كلها، مجموعة الجبن الصفرة ونزعنا منها الدهون، الجبنة دي انا هستخدمها. خدتها وقطعتها بالطول رفيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحطها فوق البشاميل بتاعي، وهو ده هيخلي شكلها في منتهى الجمال، ومش هتفرقيها عن الجبنة الموتزاريلا، هي دي بديلها يا جماعة. انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان اوريكم ازاي ان انا استخدمت الجبنه بتاعتي اللي انا نزعت الدهون منها كبديل للجبنه الموتزاريلا. زي ما قلت لكم دي افكار. بصوا ده شكلها بعد ما قطعتها، طبعا انت ما تقطعهاش الا ما تبقى سخن، الا ما تبرد خالص تماما. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اتمنى الوصف لها حلو ازاي.